حذرنا أكثر من مرة بالنزول للشارع ومن هالوضع المتفجر. نحن مع حرية التعبير السلمي يلي بيرعاها الدستور والمواثيق الدولية. عم بيعاني من تداعيات الوضع الاقتصادي، واكيد الازمه السياسيه كان لها تاثير. الشعب كله عم بيعاني. الدولار حلى، المعاشات نزلت قيمتها، الشعب جاع، الشعب فقير، امواله محجوزه بالمصارف، ونحن كجيش جزء من هالشعب. كمان العسكري عم بيعاني وعم بيجوع. يا حضرات المسؤولين، وين رايحين؟ شو ناويين تعملوا؟ حذرنا أكثر من مرة بالنزول للشارع ومن هالوضع المتفجر. كل لبنان ينزل بقى، ما يقعد بقى. هي كل لبنان ينزل اذا بتريده على الشوارع، ما بقى حدا يقعد ببيته اذا بتريده، ما بقى حدا يقعد ببيته.